قالوا يا إبراهيم هل تخاف من مشاهد يوم القيامة؟ قال بلى. قال وخلتك شنت الخليل؟ قال أهوال القيامة سوف تنسيني خلتي. حتى يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لأنه أراه الله النار من قبل، أراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى أن يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا الثابت الوحيد. كل شوف ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره؟ لا.